حياكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك عناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم، وذكرت صحيفة الأخبار أن الرئيس غادر القاهرة أمس متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يرأس خلالها وفد مصر المشاركة في فعاليات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المناخ التي تنعقد على هامش الاجتماعات. وأضافت الصحيفة أنه خلال الزيارة ينتظر السيسي جدول مشحون باللقاءات يبدأها اليوم بلقاء مع رجال الأعمال والمال الأمريكيين بهدف عرض الفرص الاستثمارية في مصر والمناخ الجديد الذي تعمل الدولة على توفيره لطمأنة المستثمرين. نقلت صحيفة الجمهورية تصريحات السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك للصحفيين أمس، والتي أكد خلالها أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة مصر أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الصباحية بعد غد الأربعاء بدلا من الخميس، يستعرض فيها التطورات التي حدثت بمصر في الفترة الأخيرة والتحول الديمقراطي والمناخ الاقتصادي بها. وأضاف أبو العطا أن الكلمة تعبر عن مصر وعن وجهة نظر الرئيس في الفترة التي أمضاها في الحكم، وأشار إلى أن السيسي سيتحدث أيضا عن ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تعاون دولي مشترك في كل مكان وليس فقط في سوريا والعراق. في سياق آخر، جاء العنوان الرئيسي لصحيفة المصري اليوم: الإرهاب يرد على دعوة المصالحة بسبع تفجيرات. ذكرت الصحيفة أنه بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة لإشراك أنصار الإخوان في الحياة السياسية إذا نبذوا العنف، ردت جماعات الإرهاب أمس بتفجير نقطة أمنية قرب مقر وزارة الخارجية، أسفر عن استشهاد ضابطي شرطة وأربعة تفجيرات متزامنة في طنطا والمحلة وآخرين في الشرقية لم تسفر عن وقوع إصابات. وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمصري اليوم إنه تم تشكيل فريق بحثي عالي المستوى لتعقب الجناه، والمعلومات كشفت أنهم ضمن المجموعات النوعية التابعة للجماعات التكفيرية. أما صحيفة الشروق فقد اهتمت بالمؤتمر الصحفي الذي عقده أمس محافظ البنك المركزي هشام رامز، والذي قدر خلاله حجم الأموال الجديدة التي دخلت الجهاز المصرفي بسبب طرح شهادات السويس بنحو 27 مليار جنيه، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن يتم الغلق خلال تلك المدة. وقال رامز إن جميع محافظات الجمهورية اكتتبت في الشهادات، وأن نجاح الطرح كان رسالة للعالم على قدرة المصريين على إدهاش العالم. وأوضح رامز أن تنمية إقليم قناة السويس سوف يكون بها استثمار محلي وأجنبي، لافتا إلى أن البنوك قادرة على تمويل المشروعات مع دراسة كل حالة، وأن الاستثمار الأجنبي والمواطنين لديهم الحماس للمشاركة في أي مشروعات. ننتقل إلى مقالات الصحف المحلية، حيث أكد الكاتب الكبير فاروق جويدة في عموده هوامش حرة بصحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل أوراقا كثيرة خلال زيارته لنيويورك ليلقي خطاب مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مؤتمرها عن المناخ، من بينها الإنجازات التي تحققت في زمن قصير والتي تؤكد أن ما شهدته مصر في 30 يونيو كان ثورة شعب. من بين الأوراق التي يحملها السيسي أنه جاء للسلطة من خلال انتخابات حرة قرر فيها المصريون صورة مستقبلهم والحكم الذي يريدون، وكل هذه الأوراق والمواقف الإيجابية التي يحملها السيسي في أول زيارة إلى أمريكا تؤكد أن ما حدث في مصر منذ 30 يونيو وحتى الآن كان إرادة شعبية ساندها الجيش بقوة. وفي آخر المطاف تقف مصر الآن في مكانها وريادتها لتؤكد للعالم أنها كانت على حق، وهي تواجه جحافل الإرهاب الذي اجتاحت المنطقة التي اجتاحت المنطقة كلها، وأن العالم الذي يقف الآن في هذه المواجهة لم يستوعب من البداية ما كان واضحا للمصريين قيادة وشعبا وجيشا. وفي مقاله معا بصحيفة المصري اليوم، رأى الكاتب الدكتور عمرو الشبكي أنه أمر عجيب أن يتصور البعض أن مواجهة العنف والتطرف داخل الجامعة ستبدأ بإلغاء النشاط السياسي والطلابي وليس النشاط الحزبي والتحريضي،
موضحا الفارق بين الاثنين ويقول: الفارق بين النشاط السياسي والنشاط الحزبي واضح، فالنشاط السياسي يعني التوعية السياسية وفتح أفق أمام الطلاب لاكتساب المهارات السياسية تمهيدا للاختيار الواعي بين الأحزاب المختلفة خارج الجامعة. أما النشاط الحزبي فيعني أن تقوم الأحزاب بفتح فروع لها داخل الجامعات بكل ما يمثله ذلك من مخاطر على العملية التعليمية في ظل الظروف الحالية. عادة ما يكون للطلاب في كل دول العالم رؤية نقدية لأي نظام مهما كانت قوته وشعبيته، والفارق بين البلاد التي ترغب في أن تتقدم وتلك التي تبقى في مكانها هو إعطاء الفرص لهؤلاء الشباب للتعلم والتأثير والتأثر في النظام السياسي الذي مهمته استيعابهم وليس كسرهم من خلال أنشطة طلابية متنوعة بما فيها السياسة. نتحول إلى الصحافة العربية ونطلع من صحيفة الحياة اللندنية خبرا بعنوان: داعش يطوق عين العرب. وقالت: بين كر وفر احتدمت المعارك بين تنظيم داعش ومقاتلين أكراد في سوريا، واستطاع تنظيم داعش أمس تطويق مدينة عين العرب كوباني الكردية الهامة في شمال سوريا وسط تدفق حوالي 150 ألف من النازحين الأكراد من سوريا إلى تركيا، مما يعطي تنظيم داعش مكاسب جديدة على الأرض. صنعاء في قبلة الحوثيين عنوان نطالع تفاصيله من صحيفة عمان العمانية، وكتبت: بعد نهار حافل بالتطورات المتلاحقة في العاصمة اليمنية وآمال بإنهاء المواجهات مع الحوثيين تهاوت سريعا بعد أن أحكمت جماعة الحوثيين قبضتها على صنعاء وكل مؤسسات الدولة وسلطاتها الأمنية العسكرية ورئاسة الوزراء. أعلن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي أن الفرقاء السياسيين نجحوا في التوصل إلى اتفاق تاريخي ينقذ البلاد. وتحت عنوان اقتراب ساعة الصفر في عرسال، كتبت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: ساد الهدوء الحذر منطقة عرسال اللبنانية أمس بعد اشتداد المعارك الليلة قبل الماضية، بعدما كثف الجيش اللبناني ضرباته باتجاه معاقل المسلحين وأسفرت عن وقوع إصابات في صفوفهم، مما يشير إلى قرار من الحكومة بالحسم العسكري. والحديث عن اقتراب ساعة الصفر لمعركة عرسال الثانية للقضاء نهائيا على المسلحين. الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا رصدتها صحيفة الخليج الإماراتية، ونقرأ فيها: تواصل الاشتباكات والقصف المتبادل بين قوات اللواء خليفة حفتر وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي منذ الليلة الماضية، وقد أدت قوة الانفجارات إلى زلزلة المنازل وتحطم بعض النوافذ، واتهامات لقوات حفتر بإطلاق قذائف غازية يرجح أنها تضم مواد فسفورية شديدة الخطورة على مواقع تابعة لثوار بنغازي. إلى مقالات الرأي والأزمة اليمنية، كانت حاضرة على صحيفة الراية القطرية التي كتبت مقالا بعنوان إنقاذ اليمن بأيدي أبنائه، أكدت فيه أن سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء يعد تطورا خطيرا سيلقي بظلاله السوداء على مجمل الأوضاع باليمن، مما يتطلب التوافق بين جميع مكونات الشعب اليمني. وأضافت: إن الأوضاع باليمن في طريقها نحو الانزلاق، وكل المؤشرات تدل على ذلك، والمطلوب من جميع اليمنيين تفويت الفرصة على المتربصين بوحدتهم واستقرار بلادهم، وإن الوقت حان لتوقيع اتفاقية السلام. نعتذر عن هذا العطل الفني ونواصل تقديم هذه الفقرة الصحفية. قضية المصالحة الفلسطينية رصدتها صحيفة القدس الفلسطينية، وأكدت أنه يجب قبل المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ اليوم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت الهدنة، لابد من تحقيق مصالحة شاملة بين حركتي فتح وحماس، لأن الانقسام يعزز موقف العدو الصهيوني. وأضافت الصحيفة: في الوقت الذي ينخر فيه الانقسام الجسد الفلسطيني، فكيف لنا أن نقنع العالم بمسؤوليتنا تجاه فلسطين ونحن نتحدث بصوتين مختلفين ونقدم أفضل الذرائع لإسرائيل لمواصلة احتلالها وتنفيذ خططها لتهويد القدس وتقسيم الأقصى؟
فالانقسام أضاع سنوات من عمر القضية الفلسطينية. لابد من الخروج من دوامة الانقسام البغيض وإعادة الأمل إلى الشعب الصامد المرابط من خلال تحقيق مصالحة حقيقية تدعم القضية الفلسطينية العادلة بعد أن انتهكت قوات الاحتلال الأرض والعرض وقضت على البشر والشجر والحجر. منشطات الصحف العالمية والتي تصدرها الصراع ضد تنظيم داعش، ولعل أبرزها عنوان صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية التي كتبت: هروب جماعي لتركيا نتيجة لهجوم الدواعش، حيث استقبلت الأراضي التركية ما لا يقل عن 60,000 لاجئ سوري معظمهم من الأكراد، بعد أن حاصرت قوات داعش معقل الأكراد بشمال سوريا وتصاعدت النداءات بتصعيد الهجمات الدولية ضد داعش في سوريا لوقف تقدم هذا التنظيم المسلح. صحيفة الجارديان البريطانية ألقت الضوء على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والتي أكد خلالها أن الحرب ضد داعش في شمال العراق وسوريا قد تتطور عبر الوقت، طلب استخدام قوة محاربة على الأرض ضد مقاتل التنظيم، وشدد أنه لم يعد هناك خيار سوى الحرب، ليس فقط لاحتواء وتدمير داعش بل أيضا لإرسال رسالة قوية للجماعات الإرهابية في المنطقة. الاتفاق على تقاسم السلطة في أفغانستان عنوان نطالع تفاصيله من جريدة لوموند الفرنسية التي كتبت أنه بعد اتهامات بالتزوير وتهديدات بحكومة موازية وافق أشرف غاني الرئيس الأفغاني الجديد ومنافسه عبدالله عبدالله على الانضمام معا في حكومة وحدة وطنية وتقاسم السلطة بعد 8 أشهر من العداء. وبموجب الاتفاق سيشغل غاني منصب الرئيس بعد الموافقة على منح عبدالله صلاحيات واسعة. الأزمة الأوكرانية لم تغب أيضا عن اهتمامات الصحف، ونقرأ من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: الروس يحتجون على موقف بوتين من أوكرانيا، حيث نظم آلاف الروس تظاهرات ضخمة بالعاصمة موسكو احتجاجا على السياسات التحريضية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي تعمل على تأجيج الحرب في أوكرانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تنظم فيها مظاهرة عامة واسعة النطاق ضد بوتين منذ مارس الماضي. إلى مقالات الرأي، حيث رأت جريدة الاندبندنت البريطانية أن تحقيق انتصار على داعش لن يتأتى إلا باتفاق سياسي على وقف القتال بين قوات الرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة المعتدلة، حيث أن الطرفين بحاجة إلى تركيز الجهود لوقف تقدم قوات داعش تحت عنوان من أجل القضاء على داعش. قالت الصحيفة: لا القوات النظامية ولا قوات المعارضة المعتدلة في سوريا تستطيع الحرب على جبهتين، ولا لديها القوة الكافية لإنزال الهزيمة بالدواعش، بينما تحارب كل جبهة أخرى، ولذلك فإن إبرام هدنة بين القوتين المعاديتين كفيل بوقف زحف مسلح داعش في سوريا. لا يشترط أن تكون الهدنة جزءا من حل سياسي أشمل في سوريا، وإنما هي ضرورة لوقف شبح داعش الذي بات يؤرق دول العالم أجمع، إلا أن هذه الهدنة لا يمكن إبرامها إلا بضغط من الداعمين الخارجيين، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا والسعودية. أصوات متعارضة داخل إدارة الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي حول استراتيجية أمريكا في التدخل العسكري ضد داعش رصدتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، وأبرزت تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة بالجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي في هذا الصدد. وفي مقال تحت عنوان تصادم أوباما وجنرالات البنتاغون قالت: كثيرون تحدثوا عن تصادم بين رئيس منهك من الحرب على جانب وجنرالات متحمسين على الجانب الآخر، فأوباما أكد التزامه بشن هجمات جوية على الدواعش مع عدم مشاركة أي قوات برية أمريكية في القتال، بينما طالب بعض الجنرالات بإرسال مستشارين عسكريين للقتال إلى جانب وحدات عراقية. الأمر في كل حالاته يحمل الكثير من المجازفة، فعدم التدخل يعني تقليص الطموح الأمريكي على يد رئيس يريد أن ينهي حروبا لم يبدأها، بينما يظل التدخل البري تجربة عالية المخاطر، ولذلك فعلى أوباما أن يتحلى بالواقعية ويعمل على إضعاف قوة داعش دون الانغماس في الصراع.
ونختتم هذه الجولة الإخبارية الصحفية وكالمعتاد بأبرز الرسوم الكاريكاتيرية الساخرة في صحافة اليوم. الصحفية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.